مباراة خطيرة الآن، خطيرة هذه الكرة. يا 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 على أول أهداف المباراة، يا 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 على أول الكرات، يا عين يا عين، البداية السريعة، البداية السريعة لأكاديمية أسباير. الرد حاضر، الرد حاضر، يا سلام يا سلام يا نايف، نايف يسجل، نايف يدون، وأول الكرات، أول الضربات، يا سلام على المرور، يا سلام على التسديد، سلم سلم سلم، المرمى ينفجر بكرة قطرية في الشباك البرتغالية، يا عين على تسديدة نايف، ويا عين على الانطلاقة، يا سلام على أول أهداف المباراة لأكاديمية أصفير، الرد حاضر والكرة في الشباك، يا سلام على فيصل، يا سلام على الانطلاقة، جول 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 جول، يا يا على الانطلاقة المثالية، ويا سلام على الاستخلاص، يا عين على ثاني أهداف المباراة من مكي تنباري، يا عين يا مكي، يا عين يا تنباري، ولا أجمل ولا أروع، يا عين على الانطلاقة. لكن لاحظ فيصل، فيصل محمد أذادي من قام في العمل، قطع الكرة ومرر إلى انفرادية لصالح محمد أذادي، يا سلام يا سلام. دائما من يصنع ومن يمرر لقطة الهدف يكون فعل كل شيء في المرمى. لاحظ الهدف الثاني لأكاديمية أسباير، طوفان أبيض يجتاح الكرة البرتغالية الآن. اللقطة الماضية لقطة الهدف الثاني في المباراة، هدفين مقابل بنفيكا، لا يكل ولا يمل، المراورات والهدف الأول، الهدف الأول في النيران الصديقة، الهدف الأول في النيران الصديقة من صخرة الدفاع محمد خالد النعمي. لاحظ الانطلاقة، يا سلام على المرور، المرور الجميل، وهنا الكرة، وان في النيران الصديقة، أول أهداف مباراة بنفيكا في النيران الصديقة، أول أهداف بنفيكا في المباراة. هنا اللقطة الماضية في النيران الصديقة، بداية ممتازة لبنفيكا في الشوط الثاني، يعني مباراة كبيرة حتى هذه اللحظات، وتسديدة بعيدة، تسديدة على التيك البرتغالي، والتعادل، على البداية النارية للفريق البرتغالي في الشوط الثاني، انهيار انهيار للأكاديمية. لاحظ الخطأ الفادح، خطأ فادح، يعني بدون أي ضغط، بدون أي ضغط، بكل أريحية تقدم وأخذ الزاوية وسجل بدون أي ضغط، نونو كوستا يسجل هدف التعادل، وتحدث منذ لحظات بحال سجل بنفيكا هدف التعادل، يعني الأمور ستصبح معقدة على أكاديمية أسفير، وتبديل أول للأكاديمية في هذه اللحظات بدخول العلامة الكاملة. خطأ هنا لبنفيكا، جول، يا على التسديدة، رافائيل، رافائيل يسجل الثالث ويقلب الطاولة، رافائيل يسجل ويقلب الطاولة على أكاديمية أسباير، ويا اللقطة الماضية، يا سلام على الكرة الجميلة، ويا عين على التسديد، وسوء التغطية، سوء التغطية، رافائيل بدون أي مراقبة، وحيدا فريد، وحيدا فريد يسجل في كل أريحية، نفس الخطأ في الهدف الثاني، بدون أي مراقبة، بنفيكا يقلب الطاولة على أكاديمية، انطلاقة سريعة لبنفيكا، انهيار لأكاديمية أسباير، انهيار في لحظات، انهيار.
غريب 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 اللي صار. الأول أصبح الآن على أكاديمية سبايرا. لا 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 لا، ما الهدف الرائع على كرة جميلة. يا سلام يا سلام، يعان يعان يعان، رافائيل يسجل ثاني أهدافه في البطولة. يا سلام على الكرة الجميلة، الاختراق على الهدف، على الكرة الجميلة. يا سلام، واحد من أجمل أهداف البطولة، واحد من أجمل أهداف البطولة، وخماسية لفريق بنفيكا. الآن الأمور أصبحت صعبة، الأمور أصبحت صعبة جدا، الأمور أصبحت صعبة لأكاديمية أسباير. ما الذي حصل؟ انتر الآن للفريق الأحمر، الاستسلام التام، الاستسلام التام لأكاديمية أسباير، استسلام رهيب، استسلام رهيب لأكاديمية أسباير. لاحظ سوء التغطية والمراقبة، غونزالو يسجل ويختار الزاوية بدون أي ضغط وبكل أريحية، يسجل الهدف السادس في شباك أكاديمية أسباير وتحت أنظار المدرب أوناي، والحسرة واضحة. يعني صعبة، صعبة أن تكون متقدم. هنا انطلاقة خطيرة، لا 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 لا، جول، الهدف السابع، الهدف السابع لنادي بنفيكا، الهدف السابع لبنفيكا في هذه اللحظات من هجمة سريعة وكرة جميلة. بنفيكا ينجح في التسجيل السابع عبر اللاعب راموس. هنا الانطلاقة، اللقطة الماضية، يا سلام على التمرير، وهنا سوء التغطية من جديد. يعني بعد ما قدم أكاديمية أسباير شوط أول رائع في الخط الدفاعي، شوط ثاني انهيار عجيب غريب جدا جدا. يعني لا يمكن أن تجد أي معنى اللي صار مع أكاديمية أسباير في الشوط الثاني. سحر غريب من بنفيكا لقلب الطاولة برباعية، واليوم هدف ثالث، وهدف ثالث مهم، وهدف ثالث رائع ومعنوي لنايف، يسجل من الركلة الركنية، هدف رائع، رأسية جميلة في شباك الفريق البرتغالي. إذا مشاهدينا الكرام، نهاية المباراة بفوز أكاديمية بنفيكا البرتغالية على الصراع الأكاديمي الكبير.